رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز ودعم علاقات مملكة البحرين وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، مرحبا سموه بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي التقى فيها جلالته مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. وشهد جلالته خلال حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبو ظبي. كما رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها جلالة الملك المفدى حاليا إلى تركمانستان الشقيقة والتي يلتقي جلالته فيها مع فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان. مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن زيارات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للدول الشقيقة والصديقة قد كرست علاقات المملكة وعززت من تعاونها ودعمت الفرص الاستثمارية فيها. بعدها أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع على المصلين الأبرياء في مسجدين بنيوزيلندا ووصفه المجلس بأنه جريمة بشعة شنعة واعتداء غاشم على أبرياء آمنين يحمل في طياته كل أشكال الكراهية والتطرف والإرهاب، معربا المجلس عن خالص تعازيه إلى نيوزيلندا حكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا سائلا المولى عز وجل لهم الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وأكد مجلس الوزراء على ضرورة الوقوف ضد جميع أشكال التعصب والتطرف والكراهية والإرهاب ونشر رسالة المحبة والتسامح واحترام الأديان. بعد ذلك أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته بدراسة تنفيذ 11 مشروعا وخدمة للمواطنين في المجالات الإسكانية والصحية والاجتماعية والمرافق والبنى التحتية تستهدف عددا من المناطق ومنها قرى المالتشية، كرزكان، شهركان، صدد، سماهيج، الدير، وجد علي، جرداب، الكورة والبلاد القديم وغيرها. وكلف سموه 5 وزارات بذلك وهي وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن ترفع كل منها تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن المشاريع والخدمات سالفة الذكر، حيث جاء ذلك تجاوبا لما أثاره أصحاب السعادة النواب خلال استقبال سموه لهم مؤخرا. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى أن يتزامن بناء الوحدات في المشاريع الإسكانية مع المرافق والمنشآت الخدمية الضرورية لضمان أن يتوفر للمواطن ما يحتاجه في المدن والمشاريع الإسكانية الكبرى، موجها سموه أن تكون الوحدات السكنية أكبر مساحة لراحة أفضل للمواطن والتي تشكل هدفا وغاية للحكومة. وضمن ذات السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إتمام أعمال البنية التحتية في مشروع الرمل الإسكاني تمهيدا لتوزيع الوحدة السكنية فيه ومنح حصة أكبر من المشروع لأهالي عالي وسلمباد وبوري وفق المعايير المعمول بها والأقدمية. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدوله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، في إطار استعراض مجلس الوزراء للنتائج الأولية للمسح الصحي الوطني 2019، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى وضع البرامج والسياسات الفعالة التي تكفل تقليل الوفيات المبكرة بسبب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية، وأن يتم تكثيف التوعية والتثقيف الصحي بمخاطر هذه الأمراض والعوامل المسببة لها. كما وجه سموه إلى الاستفادة من نتائج هذا المسح مؤشراته في رسم السياسات والاستراتيجيات الصحية المستقبلية واستمرار دورية إجراء هذا المسح لأهميته، موجها سموه إلى إحالة نتائج هذا المسح والتي عرضتها سعادة وزيرة الصحة إلى اللجنة الوطنية للمعلومات لنشرها. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي والذي يهدف إلى تشجيع وتفعيل التعاون الفضائي العربي المشترك في جميع المجالات الفضائية وتبادل الخبرات
تكامل القدرات بين الدول الأعضاء، فيما أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء المدني للأغراض السلمية بين الهيئة الوطنية للعلوم والفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء بالمملكة المتحدة. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الأمير سونكولا في مملكة تايلاند، والهدف إلى تشجيع التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وإحالة المرضى وبرنامج الطبيب الزائر. رابعا، حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والتي عرضها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء.